بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا يا دكاترة. بإذن المولى عز وجل يا شباب هنتكلم النهاردة عن توبك أو موضوع جديد اسمه الـ ECG أو إلكتروكارديوجرام. يعني إيه دكتور الكلام ده؟ كلمة إلكترو معناها كهرباء، كلمة كارديو معناها القلب، جرام معناها رسم. بالتبعية إلكتروكارديوجرام معناها رسم كهرباء القلب. طيب هو احنا اصلا يا دكتور عندنا كهرباء في الأورجنز او التيشو بتاعتنا؟ طبعا يا دكتور، بل يلا احنا عندنا حاجة اسمها ريستنج ميمبرين بوتنشل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اصلا التيشو بتاعنا اثناء وضع الريست عنده كهرباء او فرق جهد تعرف بريستنج ميمبرين بوتنشل. ومثلا يا دكتور لو حصل الاستيمولس دوت يؤدي الى تغير في الكهرباء، وتغير الكهرباء في جسمنا يا دكتور استجابه لهذا الاستيمولس كان اسمها ايه؟ اكشن بوتنشال. اذا المعلومه اللي انا عايز اؤكد عليها يا دكتور يا محترم ان الكهرباء في جسمك اسمها اكشن بوتنشال. خلاص. طيب هاجي اقول لك دلوقتي احنا في الاي سي جي بنرسم كهرباء القلب، يعني الكهرباء بتاعت القلب. اذا تفهم من ده ايه؟ تفهم من ده يا دكتور ان احنا هنرسم الاكشن بوتنشال بتاع عضلة القلب، يعني بنرسم الاكشن بوتنشال بتاع الكاردياك مايوسايت. وطبعا اخذنا بالتفصيل شكل الاكشن بوتنشال بتاع الكاردياك مايوسايت، وبيكون كالتالي يا معالي الدكتور المحترم. والله الفيز بتاعت حالة الريست اللي هي بالشكل ده كده اللي كنا بنقول عليها يا دكتور ان دي فيز كام؟ فيز 4. خلاص. بعد كده يا دكتور كان عندك ادي فيز، بعد كده فيز كمان اهو، ادي اللي بعدها، بعد كده بننزل يا دكتور لعند ايه؟ لعند الريست تاني. تقدر تفكرني باسماء الفيزز او الارقام بتاعتها يا دكتور؟ طيب نعيد على الخط ده تاني. ادي يا دكتور فيز 4. خلاص. الفيز دي بقى اسمها ايه؟ الفيز دي يا دكتور اسمها فيز زيرو. دي اسمها فيز كام؟ فيز زيرو. طيب والفيز دي يا دكتور الحتة النازلة الصغيرة دي اسمها فيز كام؟ فيز 1. طيب والبلاتو فيز كام يا دكتور؟ كنت بقول لك فيز 2 وتش از ذا بلاتو، وكان فيها السيستول اوف ذا هارت. خلاص. طيب يا دكتور باقي النازله دي كانت فيز كام؟ كانت فيز 3 صح؟ اذا دي فيز 3. خلاص. بعد كده اخيرا بنرجع تاني لوضع الريست اللي هو فيز كام؟ فيز 4. تقصد تقول لي ايه يا دكتور؟ اقصد اقول لك خلي بالك من حاجه، ان الكهرباء او الاكشن بوتنشال، ما هو ده ما هو الا اكشن بوتنشال، ده ما هو الا ايه؟ اكشن بوتنشال بتاع مين؟ بتاع عضله القلب. هذا الاكشن بوتنشال ينقسم لحاجتين، حاجه اسمها دي بولاريزيشن وحاجه اسمها ري بولاريزيشن. ادي الاكشن بوتنشال بتاع عضله القلب. عايزك تقول لي يا دكتور في البدايه فين الدي بولاريزيشن؟ عايزك تقول لي فين مين الدي بولاريزيشن؟ الدي بولاريزيشن يا دكتور هو فيز زيرو فقط يا دكتور. اي نعم يا حبيب قلب الغالي. يبقى الدي بولاريزيشن فيز كام؟ فيز زيرو. امال يا دكتور الري بولاريزيشن فين يا ابني؟ الري بولاريزيشن كل ما هو نازل. فين بقى اللي نازل؟ فيز 1 و 2 و 3. اذا يا دكتور الري بولاريزيشن عندنا في القلب يشمل الفيزز 1 و 2 و 3. خلاص. كلام جميل. طيب يا دكتور هو الاكشن بوتنشال اصلا اللي احنا عايزين نسجله ده بيبدا فين في القلب
او الهارت. والله يا دكتور كان بيبدا في مكان هنا في الجزء ده بالظبط هنا كده. المكان ده يا دكتور كان اسمه الاس اي نود. كان اسمه ايه؟ اس اي نود اللي هي باللون الاخضر قدامك دي. ادي يا دكتور الاس اي نود. ولكن كان عندنا يا دكتور نود تانية موجودة هنا كده باللون الازرق. النود دي يا دكتور كان اسمها الاي في نود، يعني الاتريو فينتريكولار نود. الاس اي نود كانت متوصلة بالاي في نود يا دكتور يا محترم عن طريق انترنودال تراكس. دي واحد اتنين تلاتة، كلام جميل. بعد كده الاي في نود دي بيطلع منها حاجة اسمها بندل اوف مين، بندل اوف هيس بالشكل قدامك ده كده. والبندل اوف هيس دي يا دكتور كانت تنقسم الى تو برانشز. رايت برانش كان بيروح للرايت فينتركل، وليفت برانش كان يروح للليفت فينتركل. تاني البندل اللي طالعة من الاي في نود اسمها بندل اوف هيس، وبندل اوف هيس كانت تنقسم الى تو برانشز. ادي برانش رايح يا دكتور للرايت فينتركل، وادي برانش تاني رايح لمين؟ للليفت فينتركل. خلاص البرانشات دي بعد كده يا دكتور بتبدا تتفرع الى افرع اصغر واصغر بالشكل الجميل اللي قدام سيادتك ده. والافرع الصغيره دي كنا بنسميها بيركنجي فايبرز. اذا يا دكتور الاس اي نود ثم الاي في نود ثم البندل اوف هيس ثم رايت اند ليفت برانشز واخيرا بيركنجي فايبر، ده كنا بنسميه الاكزايتاتوري كوندكتنج تيشو اوف ذا هارت. يعني ايه الكلام ده؟ كنت بقول لك ده يا دكتور سبيشاليزد تيشو ربنا خلقه في القلب علشان يعمل حاجتين. رقم واحد ينشئ الكهرباء، رقم اتنين يوصل الكهرباء. يعني ده يا دكتور اكزايتاتوري، يعني هو اللي بينشئ الكهرباء بتاعت القلب، وكوندكتنج تيشو وكذلك مسؤول عن توصيل الكهرباء في القلب. خلاص. ولو حضرتك فاكر كنت بقول لك الاي في نود اللي قدامنا دي كانت بتاخر الكهرباء فيها شويه، والمعلومه دي عايزك تفتكرها دلوقتي الله يكرمك لان انا هستفيد منها بعدين. الاي في نود كانت بتاخر الكهرباء فيها شويه فيما يعرف باي في نودال ديلي. وكنت بقول لك زمان كي يتمكن التو اتريا اللي موجودين فوق يا دكتور ان هم ينقبضوا ويخلصوا الانقباض بتاعهم فينزل الدم على التو فينتركلز اللي موجودين فين؟ اللي موجودين تحت. خلاص؟ حلو جدا. ولذلك لازم الكهرباء تتأخر شوية في الاي في نود علشان الكهرباء تتأخر في الوصول الى الفينتركل، يكون وقتها التو اتريا اللي موجودين فوق خلصوا الانقباض او الكونتراكشن بتاعهم، علشان يا دكتور الانقباض بتاع الفينتركلز بيجي بعد الانقباض بتاع التو اتريا اللي موجودين فوق. طب حلو، اذا الاشاره بتاعتنا او الكهرباء اللي هي عباره عن اكشن بوتنشال اللي هي يا دكتور اسمها ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن بتفضل ماشيه في القلب وتغذي القلب الجميل اللي قدامك ده علشان القلب ده ينقبض بعد كده. واحنا وظيفتنا في الالكتروكارديوجرام ان احنا بنرسم او بنسجل الكهرباء بتاعه القلب دي. طب حلو، في معلومه بقى عايز اقول لك عليها. اي كهرباء في جسمنا علشان تتسجل، اي كهرباء في جسمنا علشان تتسجل يا دكتور يلزمها 2 الكترودز. يبقى يا دكتور انا علشان اقدر ان انا اسجل اي كهرباء يلزمني 2 الكترودز. كم الكترود؟ 2 الكترود. واحد منهم لابد ان يكون بوزيتيف الكترود، والاخر لابد له ان يكون نيجاتيف الكترود. نقول تاني، علشان اقدر اسجل اي كهرباء لازم يكون عندك 2 الكترودز، واحد بوزيتيف والاخر نيجاتيف يا معالي الدكتور المحترم. وبما ان انا عايز اسجل كهرباء اللي هي اسمها اكشن بوتنشال اللي هي في الاول وفي الاخر عباره عن دي بولاريزيشن ثم ري بولاريزيشن، احنا نقدر يا دكتور نعتبر، بص كده معايا، ان الدي بولاريزيشن يا دكتور يا محترم
كهرباء موجبة. نقول تاني الدي بولاريزيشن بنعتبرها كهرباء موجبة او بوزيتيف، بينما الري بولاريزيشن من الممكن ان نعتبرها يا دكتور كهرباء سالبة او نيجاتيف. خلاص؟ طيب كلام جميل. انا يا دكتور دلوقتي عايز اسجل الكهرباء، هحط كام الكترود؟ 2 الكترودز. انا يهمني اتكلم دلوقتي عن الالكترود الموجب او البوزيتيف الكترود اللي هو ده. يا عم ادي بوزيتيف قدامك اهو. في الاول وفي الاخر رسم القلب او الاي سي جي ما هو الا شويه موجات او ويفز. الموجات او الويفز دي يا دكتور تعتمد على اتجاه الكهرباء. ما انا عايز تاني اصول واقول معاك واقول لك شويه تفاصيل اكتر واكتر، ان الالكتروكارديوجرام جهاز رسم كهرباء القلب بيقيس القلب يا دكتور قوة واتجاها. يعني ايه؟ بيقيس قوة الكهرباء واتجاه الكهرباء. طيب انا عايز اتكلم دلوقتي شوية عن الاتجاه بتاع الكهرباء. احنا اتفقنا يا دكتور ان الدي بولاريزيشن هعتبره كهرباء موجبة يعني بوزيتيف. فبيقول لي سيادتك بص كده معايا في العظم اللي جاي دي، لو إشارة دي بولاريزيشن يعني كهرباء موجبة اتجهت يا دكتور ناحية البوزيتيف إلكترود، ناحية الإلكترود الموجب، هذا يؤدي إلى رسم موجة أو ويف لفوق يعني بوزيتيف ويف. ما هو يلا بوزيتيف رايح ناحية البوزيتيف هيدي لك إيه؟ هيدي لك يا دكتور بوزيتيف ويف. وعايز اقول لسيادتك يا دكتور كذلك لو انا عندي اشاره دي بولاريزيشن يعني موجبه ولكن كان الاتجاه بتاعها بعيد عن الالكترود الموجب زي السهم ده كده يا دكتور، هيؤدي الى رسم موجه اخرى ولكن لتحت. يبقى انت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان الدي بولاريزيشن نقدر نعتبره يا دكتور انه كهرباء موجبه. كهرباء موجبة دي بولاريزيشن راحت ناحية الموجب هترسم ويف لفوق يعني بوزيتيف ويف. العكس صحيح، الكهرباء الموجبة يعني دي بولاريزيشن ده لو اتجه بعيدا عن الموجب هيرسم موجة لتحت يعني نيجاتيف ويف. ده بالنسبة للدي بولاريزيشن. امال يا دكتور بالنسبة للري بولاريزيشن؟ قلت لسيادتك من شوية ان الري بولاريزيشن هعتبره انه كهرباء سالبة. هعتبره يا دكتور كهرباء سالبة. خلاص؟ ماشي. كلام جميل جدا. طيب الكهرباء السالبة دي يا دكتور لو لقيتها ماشية ناحية الموجب، تاني كده كهرباء سالبة. يعني كلمة كهرباء سالبة يعني ري بولاريزيشن ماشي ناحية الموجب سالب رايح للموجب يدي لك يا دكتور موجة لتحت كأنها يلا نيجاتيف في موجب بنيجاتيف، بس ماشي ما تحسبش كده عندنا في الكهرباء. امال عايز تقول يا دكتور؟ عايز اقول لك لو كهرباء سالبة يعني ريبولاريزيشن ماشية في اتجاه الالكترود البوزيتيف هيرسم لسيادتك ويف او موجة لتحت. وكذلك العكس صحيح، لو في كهرباء ري بولاريزيشن يعني كهرباء سالبة ماشية بعيدا عن الالكترود البوزيتيف، بعيد اهو عن الالكترود البوزيتيف، هيرسم لسيادتك يا دكتور الموجة اللي قدامك دي اللي هي بوزيتيف ويف. يبقى تعالى نجمعهم تاني كده سريعا، لان خلي بالك من حاجة، احنا هنقعد اكتر من 35 او 40 دقيقة بنتكلم في مقدمة عن الاي سي جي ليس لها علاقة من قريب او من بعيد في الامتحان، ولكن من غير التفاصيل دي اقسم بالله مش هتفهم اي سي جي اطلاقا. فاحنا عايزين بس نعود ادراجنا شوية ونراجع الكلام ده تاني. اتفقنا يا دكتور ان انا علشان اقيس الكهرباء يلزمني 2 الكترود، واحد بوزيتيف والاخر نيجاتيف. ادي يا عم البوزيتيف الكترود اهو. الكهرباء عندك اكشن بوتنشال عباره عن ايه؟ دي بولاريزيشن ثم ري بولاريزيشن. انا بقول لسيادتك هنعتبر ان الدي بولاريزيشن كهرباء موجبه. كهرباء موجبه موجب
رايح ناحية الالكترود الموجب، موجب في موجب يدي لك بوزيتيف ويف. طيب موجب ماشي بعيد عن الموجب، يعني ديبولاريزيشن، إشارة ديبولاريزيشن ماشية بعيدا عن القطب الموجب، هتدي لك العكس يعني الموجب تحت. كذلك يا دكتور بالنسبة للريبولاريزيشن، الريبولاريزيشن ده أنا هعتبره يحب قلب الغالي كهرباء سالبة، سالب رايح ناحية الموجب هيدي لك نيجاتيف ويف لتحت. كذلك يا دكتور يا محترم الكهرباء السالبة أو الريبولاريزيشن دي لو ماشية بعيدا عن الموجب، سالب ماشي بعيد عن الموجب هيدي لسيادتك ايه؟ بوزيتيف ويف زي الشكل اللي اتمنى يكون واضح قدامك دوت. تعالى نستكمل بقى يا معالي الدكتور المحترم الاي سي جي على البورد بتاعتنا الجميله اللي احنا متعودين عليها، وكفايه طلع بقى لحد كده. يا حبيب قلب الغالي زي ما وضحت لسيادتك من شويه ان الاي سي جي عباره عن شويه ويفز او موجات مرسومه، كل ويف او كل موجه تمثل كهرباء. طيب يا ترى الكهرباء دي رايحه ناحيه الالكترود الموجب ولا الالكترود السالب؟ هو ده السؤال اللي احنا هنبدا نتكلم عليه. طيب احنا يا دكتور في الاي سي جي الكتروكارديوجرام معناها رسم كهرباء القلب، يعني عايزين نسجل الكهرباء بتاعه القلب، خلاص. طيب وانا اتفقت معاك من شويه ان انا علشان اسجل اي كهرباء انا لابد لي من تو الكترودز، الكترود موجب والكترود ايه؟ والكترود سالب. ادي جسم العيان قدام معاليك اهو، خلاص. انا يا دكتور عايز اسجل كهربة القلب بتاع العيان اللي قدامك ده، يبقى اول حاجة تيجي في ذهنك ان من اجل تسجيل الكهرباء يلزمك تو الكترود، خلاص. طيب جينا يا دكتور في اول مرة حطينا نيجاتيف الكترود على دراع العيان اليمين، ما هو انا عايزك بس كده تصحصح معايا يا حبيب قلب الغالي، الناحية دي هي ناحية اليمين ناحية الرايت، والناحية دي ناحية الشمال اللي هي الليفت، خلاص. طيب كلام جميل جدا، ادي العيان قدامك، انا عايز اسجل الكهرباء بتاعت القلب. تسجيل الكهرباء يلزمه 2 الكترودز، اول 2 الكترودز هنحطهم، جبنا يا دكتور نيجاتيف الكترود وحطيناه يا دكتور على كتف العيان اليمين اهو، ادي نيجاتيف الكترود اهو حطيناه فين يا دكتور؟ على دراع العيان اليمين. وجينا يا معالي الدكتور المحترم على دراعه الشمال وحطينا بوزيتيف الكترود، ادي البوزيتيف الكترود اهو، خلاص. طيب كلام جميل جدا، وبدات يا دكتور ان انا اسجل الكهرباء بتاعه القلب باستخدام التو الكترودز دول. هيجي واحد يقول لي ازاي الكلام ده، هقول له يا حبيب قلب الغالي ما هو الهارت او القلب موجود عندنا هنا بالشكل ده في العيان اللي قدامك ده، ادي الهارت اهو، صح؟ صح يا دكتور، مفيش اي مشكله. انا هعمل حاجه جميله جدا، هنوصل ما بين التو الكترودز دول. مش انا يا ابني قايل لك ان من اجل تسجيل الكهرباء يلزمك تو الكترودز؟ ايوه، وعلشان استخدم التو الكترودز دول يبقى لازم يا دكتور اوصل ما بينهم، يبقى انا هوصل ما بين التو الكترودز بالشكل اللي قدامك ده، خلاص. طيب كلام جميل جدا، عارف يا اللي انا عملته ده اسمه ايه؟ اللي انا عملته ده حاجه بنسميها ليد. طيب واللي انا رسمته ده اول ليد العلماء عملوه، وبالتبعيه يا دكتور هنسميه ليد 1. اذا عندنا هنا وقفه مع الذات، وعايزك تقول لي يا دكتور يعني ايه كلمه ليد؟ يا ابني عندي 2 الكترودز بسجل من خلالهم كهرباء، المسافه او الوصله بين التو الكترودز دي اسمها ليد. عندنا كذا ليد في القلب بنسجل من خلاله الكهرباء بتاعة القلب، يبقى احنا يا دكتور بنركب على جسم العيان كذا ليد، الليدز دي يتم استخدامها في تسجيل الكهرباء بتاعة القلب، خلاص. طيب اول ليد العلماء عملوه، حطينا يا دكتور نيجاتيف الكترود على كتف العيان اليمين وبوزيتيف الكترود على كتف العيان الشمال، وصلنا ما بينهم، وده اسمه ليد 1. وبالتبعيه لو انا هستخدم ليد 1 علشان يا دكتور يا محترم اسجل بيه الكهرباء بتاعه القلب، لقيت ان انا ببص على القلب من فوق، ويا ابني الكلام ده بيولوجيك وبالمنطق، القلب فين؟ الهارت او القلب تحت اهو،
انا بستخدم ليد 1، انا كده ببص على القلب من فوق. يعني يا دكتور يا محترم انا كاشف القلب من فوق يا دكتور، فهمت الفكره؟ طيب جم العلماء قالوا طب افرض انا يا دكتور عايز ابص على القلب من الناحيه اليمين بتاعه القلب، ما هو ليد 1 ده سجل لي كهربه القلب ورسمها لي في الجزء بتاع القلب اللي فوق، لان ليد 1 كاشف يا دكتور القلب من فوق. طب انا لو عايز يا دكتور اكشف او ابص او ارسم الكهرباء بتاعه القلب من الناحيه اليمين، طيب احنا عندنا نيجاتيف الكترود على دراع العيان، ايه على دراع العيان اليمين اهو، ونحط يا دكتور يا محترم بوزيتيف الكترود على رجله الشمال، ادي يا دكتور بوزيتيف الكترود اهو على رجل العيان الشمال، ووصل يا معالي الدكتور ما بينهم. بص يا ابن الجمال، انا لما وصلت يا حبيب قلبي الغالي ما بين النيجاتيف الكترود اللي موجود على كتف او دراع العيان اليمين وما بين بوزيتيف الكترود حطيته يا دكتور على رجل العيان الشمال، جيت وصلت ما بينهم كده، بص كده يلا، ده كده الالكترود ده باصص على القلب من الناحيه اليمين بتاعه القلب، يعني هو بيسجل لك الناحيه دي من ايه؟ من الكهرباء يا حبيب قلبي الغالي المحترم. وجم العلماء قال لك هنسمي الليد ده ليد كام؟ ليد 2، وده تاني ليد العلماء سجلوا من خلاله الكهرباء بتاعه القلب. تمام؟ ركز معايا. طيب ثواني يا دكتور، جم برضو بنفس المنطق العلماء قالوا طب احنا عايزين نسجل الكهرباء بتاعة القلب ولكن عايزين نبص على القلب من الناحية الشمال، عايزين نكشفه من الناحية الشمال. طيب بسيطة جدا يا دكتور يا محترم، احنا عندنا هنا بوزيتيف الكترود موجود تحت اهو، وعندك فوق بوزيتيف الكترود برضو على ايه؟ يعني دراع العيان الشمال ورجليه الشمال الاتنين عليهم بوزيتيف الكترود، ما ينفعش اوصل ما بينهم، انا عشان اسجل كهرباء بتوصل ما بين تو الكترودز، واحد بوزيتيف والاخر نيجاتيف. وبالتبعيه جينا يا حبيب قلبي الغالي حطينا الكترود جديد هنا على كتف العيان الشمال. الالكترود ده يا حبيب قلبي الغالي نيجاتيف الكترود بالشكل اللي قدام حضرتك ده. وجينا بعد كده يا دكتور وصلنا ما بين النيجاتيف الكترود اللي احنا حطيناه على دراع العيان الشمال وما بين البوزيتيف الكترود اللي هو اصلا موجود على مين؟ على رجل العيان الشمال. تبص كده عندك يا دكتور توصيله ما بين تو الكترودز، دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها ليد. طب الليد الجديد ده اللي هو ما بين دراع العيان الشمال ورجليه الشمال، ده كاشف القلب او بيبص على القلب او بيصور القلب من الناحيه الشمال، وده يا دكتور هنسميه ليد كام؟ ده هنسميه ليد 3. تمام. نعود ادراجنا ونقول من الاول تاني علشان الكلام ده مهم يا دكتور يا محترم، احنا في الاي سي جي الكتروكارديوجرام تسجيل كهرباء القلب او رسم كهرباء القلب، انا ازاي اقدر ارسم الكهرباء بتاعه القلب؟ علشان اسجل الكهرباء يلزمني تو الكترودز، واحد بوزيتيف والاخر نيجاتيف. العلماء في البدايه حطوا يا دكتور تو الكترودز، واحد على كتف العيان اليمين والتاني على كتف العيان الشمال، ووصلنا ما بينهم، اهي الوصله ما بينهم دي اسمها ليد. الليد ده هو ده يا دكتور اللي بيسجل الكهرباء بتاعت القلب. فاول ليد العلماء عملوه حطوا يا دكتور نيجاتيف الكترود على كتف العيان اليمين وبوزيتيف الكترود على كتف العيان الشمال، ووصلنا ما بينهم وده اسمه ليد 1. ولقينا ان ليد 1 بيبص على القلب من فوق، يعني كاشف القلب من فوق، يعني بنسجل كهربه القلب واحنا باصين عليه من فوق يا دكتور. فجم برضو نفس العلماء قالوا طب احنا عايزين نسجل الكهربه بتاعه القلب من الجنب اليمين للقلب، يعني عايزين نبص على القلب من الناحيه اليمين، مفيش مشكله، انت عندك نيجاتيف الكترود موجود فين؟ على كتف العيان اليمين، هنجيب بوزيتيف الكترود ونحطه على رجل العيان الشمال ونوصل ما بينهم يا دكتور، ولقينا ان ليد 2 بيبص على القلب من الناحيه اليمين، يعني يسجل كهرباء القلب وهو باصص على القلب من الناحيه اليمين. طب ما كده ناقصني ضلع، في يا دكتور ناحيه القلب الشمال مفيش ليد يسجل الكهرباء فيها. قالوا سهله جدا، احنا عندنا بوزيتيف الكترود كده كده موجود على رجل العيان الشمال، حط يا عم نيجاتيف الكترود
على كتف العيان الشمال ووصل ما بين كتف العيان الشمال النيجاتيف الكترود والبوزيتيف الكترود اللي موجود على رجليه الشمال، وده اسمه ليدي فري. وليدي فري ده يا دكتور لانه بيبص على القلب من ناحيه ايه؟ بيبص على القلب من الناحيه الشمال. اذا انا كده حتى الان اخذت 3 ليدز. الثري ليدز اللي قدام حضرتك دول يا دكتور هم اول 3 ليدز العلماء عملوهم يا دكتور. كل ليد منهم يتكون من 2 الكترودز، واحد نيجاتيف والاخر بوزيتيف، وكل ليد منهم يا دكتور بيسجل الكهرباء ولكنه شايف القلب او باصص على القلب من زاويه مختلفه عن الاخر. فمثلا يا دكتور ليد 1 بيسجل الكهرباء هو باصص على القلب من فوق، انما ليد 2 بيسجل الكهرباء هو باصص على القلب من الناحيه اليمين، ولكن ليد 3 بيسجل الكهرباء هو باصص على القلب من الناحيه الشمال. يلا وتمزج وتمتع. ولكن لاحظنا يا دكتور ان في اول 3 ليدز اللي قدامنا دول احنا دائما وابدا بنستخدم 2 الكترودز. دائما بنعمل ايه؟ دائما يا دكتور بنستخدم 2 الكترودز، يعني كل ليد منهم بيتكون من 2 الكترودز، ولذلك هنسميهم ايه بقى؟ باي بولر ليدز. يعني ايه يا دكتور باي بولر ليدز؟ ادي اول 3 ليدز العلماء عملوهم ومن خلالهم قدرنا نبص على القلب من فوق ومن الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال. نستكمل بعد كده دكتور، وعندي لحضرتك سؤال. دلوقتي احنا خلصنا اول نوع من الليدز عندنا اللي هم ال 3 ليدز اللي اخذناهم اللي هم يا دكتور باي بولر ليدز. اوكي طيب تعالى كده بس نتامل مع بعض. هننتقل للجسم اللي تحت اللي انا رسمه لحضرتك ده، وادي يا دكتور الهارت او القلب بيكون موجود هنا بالشكل ده كده. خلاص ماشي، كلام بسيط جدا. عندي سؤال يا دكتور يا محترم، هو ينفع نستخدم الكترود واحد فقط ونرسم بيه كهرباء؟ هو فعليا ما ينفعش، لان احنا متفقين يا دكتور ان انا علشان ارسم او اسجل كهرباء لابد لي من 2 الكترودز، واحد بوزيتيف والاخر نيجاتيف. تمام، ولكن الجهاز اللي بيرسم يا دكتور كهربة القلب، الجهاز ده متوصل بيه دايره كهربائيه، الجهاز ده متوصل بيه دايره كهربائيه، فمن الممكن ان يعتبر الجهاز ان هناك الكترود صفري موجود فيه، وبنسميه يا دكتور ريفرنس الكترود. تاني، ينفع يا دكتور اكسر القاعده واسجل يا معالي الدكتور المحترم بالكترود واحد فقط؟ ينفع. ليه بقى؟ لان هناك الكترود اخر في الجهاز في الدائره بتاعه الجهاز يا دكتور، الجهاز ده اسمه الكترود صفري او الريفرنس الكترود. ولذلك يا دكتور يا محترم قلنا نعمل ايه؟ نعمل الاتي. هناك ثلاث انواع من الليدز يا دكتور، بسميهم اوجمنتد ليدز. بسميهم ايه؟ اوجمنتد ليدز. وكلمه اوجمنتد معناها مقوى، ومعناها يا دكتور ان الجهاز بيقوي الكهرباء اللي طالعه علشان يا دكتور يقدر ان هو يرسمها او يسجل الكهرباء دي. طيب هو بيقوي الكهرباء دي ازاي يا دكتور يا محترم؟ عن طريق دائره كهربائيه اخرى او الكترود اخر موجود جواه حيب قلب الغالي المحترم. ولذلك فعليا لما تيجي تبص كده انت اي نعم حطيت الكترود واحد، ولكن الجهاز اعتبر ان في 2 الكترودز. طب بص بقى معايا يا دكتور، طبعا الالكترود بنرمز له بالرمز في، خلاص تمام. نقدر يا دكتور نحط الالكترودز دول فين؟ عد معايا. ممكن يا حبيب قلبي الغالي المحترم نحط بوزيتيف الكترود على دراع العيان اليمين هنا كده. ادي يا عم بوزيتيف الكترود هنا اهو على دراع العيان اليمين. طيب عايز اسميه يا دكتور، الالكترود برمز له بالرمز ايه؟ بالرمز في، خلاص. طب حلو، وده على الدراع العيان اليمين يعني ناحيه اليمين، يبقى نحط ايه؟ هنحط ار. وده يا دكتور انهي ليد؟ اوجمنتد ليد، فحط حرف الاي اللي هو اول حاجه من اوجمنتد. يبقى يا دكتور الاي في ار
دوت بوزيتيف الكترود موجود فين؟ على الرايت ارم بتاع مين؟ بتاع العيان. ده الكترود واحد. اي نعم يا دكتور يا محترم، الكترود واحد ولكن بعتبره على بعضه ليد. ليه؟ لان الجهاز اللي بيرسم الكهرباء او بيسجل الكهرباء بتاعه القلب بيعتبر ان هناك الكترود اخر يا دكتور يا محترم، ولذلك بنقول ان الجهاز ده بيقوي الكهرباء اللي هو بيقيسها، يعني اوجمنتد ليد، مقواه. تمام تمام يا دكتور. طب حلو جدا. طيب ممكن يا دكتور يا محترم نحط الكترود اخر، ولكن عايزين نحطه على دراع العيان الشمال، يعني على الليفت ار. اهو بوزيتيف الكترود برضو، ادي بوزيتيف الكترود حطيته يا دكتور على دراع العيان مين؟ على دراع العيان الشمال. الكترود برمز له بالرمز او الليد برمز له بالرمز في. دراع العيان الشمال يبقى ليفت يبقى ال، وده يا دكتور اوجمنتد يبقى اوجمنتد. هتحط اول حرف من اوجمنتد ايه؟ يبقى الاي في ال ده عباره عن بوزيتيف الكترود موجود على الليفت ارم بتاع مين؟ بتاع العيان. خلاص. طيب كلام جميل جدا. طب نكمل يا دكتور. طب انا عايز احط حاجه على رجل العيان. هنحط يا دكتور يا محترم على رجل العيان الشمال، على الفيت الشمال. على ايه؟ على رجل العيان الشمال هتحط ايه؟ برضو كذلك بوزيتيف الكترود. يبقى ادي في هحط على رجل العيان يبقى اف، وده اوجمنتد يبقى الاي في اف. تعني يا دكتور ان هناك بوزيتيف الكترود محطوط على الليفت ليج بتاعت مين؟ بتاعت العيان. طيب بتيجي كده بقى ادردش معاك شويه يا دكتور يا محترم. احنا اتفقنا ان الاوجمنتد ليدز مقواه، يعني الجهاز بيقوي الاشاره اللي خارجه عشان يقدر يقيس الكهرباء او يسجل الكهرباء اللي خارجه من القلب. فمثلا يا معالي الدكتور المحترم الموقر، الاي في ار اللي قدام حضرتك ده لما تيجي تبص عليه كده لقيناه بيبص على القلب من الاتجاه ده، يعني بيسجل كهرباء القلب يا دكتور في الحته دي كده. بص 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 بقى معايا، ويرد هنا كده من اول هنا لعند هنا. تفاصيل يعني مش عايزك تدقق فيها قوي، بس احنا بنعتبر ان الخط اللي تاني ده اللي انا لسه مظلله ده يا دكتور يعتبر الالكترود الاخر بتفاصيل ما مش موجود عليك. طب ماشي. طب يا دكتور، طب ما الالكترود التاني اللي هو الاي في ال بقى اللي موجود على دراع العيان الشمال ده بيبص على القلب من الناحيه دي، صح يا دكتور؟ وبيرد بقى الناحيه التانيه. يعني ايه يا دكتور بيرد الناحيه التانيه؟ لانه بيرد من هنا كده. بص شوف دي بقى كده اهو. يبقى يا دكتور يا محترم وكذلك اللي تحت ده بيطلع لفوق فبيصور برضو القلب من الناحية الشمال. دكتور صراحة كده يعني أنا تايه، أو بمعنى صح أنا عايز أفهم إيه فايدة الليدز المختلفة دي. طب ما أنا عندي أول ثري ليدز اللي هم يا دكتور الباي بولر اللي احنا أخدناهم في البداية، بصينا على القلب من فوق ومن الشمال ومن اليمين وآخر متفلو 10. ليه نعمل أوجمنتد ليدز؟ وباي ذا وي الأوجمنتد ليدز تتكون من الكترود واحد، ولذلك ممكن يقول لك اسمها يوني بولر ليدز، يعني تتكون من الكترود واحد. ايه فائده الالكترودز المختلفه؟ زي ما قلت لك يا دكتور قبل كده ان الليدز المختلفه كل واحد فيهم بيسجل الكهرباء بتاعه القلب، ولكن كل واحد فيهم يا دكتور بيبص على القلب من زاويه مختلفه عن الاخر. انت عارف يلا ايه فائده الاي سي جي؟ لو في مشكله في حته في القلب بتظهر في الاي سي جي. يعني مثلا يا دكتور لو في حته بس في القلب كده ميته او فيها مشكله الاي سي جي بيظهرها. عارف ليه؟ لان في ليد معين باصص عليها بيسجل الكهرباء بتاعتها، فلازم الليد تكون مغطيه القلب من كل الجوانب. ولذلك يا صديقي العزيز المحترم بايبولر مش كفايه، كذلك هاجي ازيدك من الشعر بيت واقول لك ان الاوجمنتد كمان مش كفايه. طيب ليه يا دكتور؟ انت اي نعم في الحاله اللي قدامك دي بصيت على القلب من فوق ومن تحت ومن اليمين ومن الشمال، ولكن في حاجه مهمه جدا، احنا ما بصناش على القلب من قدام، صح ولا مش صح؟ صح يا دكتور، احنا يلا ما بصناش على القلب من قدام. طب انا لو عايز ابص على القلب من قدام اذا هركب ليدز فين؟ على الشيست وول، على القفص الصدري من قدام يا معالي الدكتور المحترم، صح ولا مش صح؟ هو القلب يالا موجود فين؟ القلب يا صديقي العزيز موجود جوه القفص الصدري، يعني لو
قطعت كده طلعت الضلوع هلاقي القلب قاعد جوه. فهمت الفكره؟ اذا انا عشان اسجل قرابه القلب بشكل صحيح في حاجه مهمه جدا، وش القلب، القلب من قدام مفيش اي ليدز بيسجله. ولذلك يا دكتور يا محترم هناك ليدز اخرى اسمها يا دكتور الشيست ليدز. والشيست ليدز يا صديقي العزيز موجوده فين؟ بحطها يا حبيب قلبي على الشيست وول. طيب عندك كام شيست ليدز؟ عندنا ست قدامك اهو، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ست. طيب الليد رقم واحد او الفي واحد يا دكتور يا محترم بيكون موجود ناحيه اليمين، بيكون موجود فين؟ ناحيه اليمين في الفورث انتركوستال سبيس. فين؟ في الفورث انتركوستال سبيس. ادي السبيس رقم واحد، ادي السبيس رقم ثلاثه، ادي السبيس رقم واحد، ادي رقم اثنين، ادي رقم ثلاثه، ادي رقم اربعه. يبقى يا دكتور في الفورث انتركوستال سبيس يا دكتور موجوده على البوردر بتاع الاسترنال من ناحيه مين؟ من ناحيه الرايت زي ما انت شايف ده، وده بسميه الفي واحد. خلاص؟ طيب الفي 2 في نفس المكان ولكن ناحيه الليفت. يعني يا دكتور يا محترم في الفورث انتركوستال سبيس ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه. خلاص؟ ولكن يا دكتور يا محترم موجود فين؟ على الناحيه الشمال من الاسترنم زي ما انت شايف. ده في واحد في اثنين، ادي اول تو ليدز عندك. طيب بص بقى معايا، عندنا يا دكتور يا محترم في اربعه، خلي بالك انا سبت ثلاثه. في اربعه موجود فين؟ في اربعه مش دي يا دكتور الفورس انتركوستال سبيس؟ طب اللي بعدها الفيفث انتركوستال سبيس رقم خمسه. انتركوستال سبيس رقم خمسه يا دكتور يا محترم ميد كلافيكولار لاين، يعني في منتصف الكلافيك موجود يا دكتور الليد رقم اربعه او في اربعه. طيب ميد واي يعني في المنتصف ما بين في 2 وفي 4 موجود الليد رقم ثلاثه يا دكتور. طيب بعد كده هنط على الليد رقم سته. الليد رقم سته احنا ما زلنا فين؟ ما زلنا يا دكتور يا محترم في الانتركوستال سبيس رقم خمسه، يعني الفيفث انتركوستال سبيس، ولكن يا دكتور اللاين ده هو الميد اكزيلري لاين. يبقى الانتركوستال سبيس رقم خمسه الميد اكزيلري لاين موجود الليد رقم كام؟ رقم سته. طيب الليد رقم خمسه ده في الميد واي، يعني في المنتصف ما بين رقم اربعه ورقم سته، وتعالى نقولهم تاني. يا دكتور يا محترم ايه قصه الشيست ليدز؟ الشيست ليدز وظيفتها ان هي تبص على القلب من قدام. يلا بص مثلا فنتخيل ان وشي ده هو القلب، وانت عايز تسجل وشي او تصور وشي او تصور الكهرباء بتاعت وشي، لازم يكون في ليد عندك من هنا وليد من هنا وليد من تحت ومن هنا ومن فوق ومن كل الزوايا من كل الجوانب عشان اقدر اصور القلب واسجل الكهرباء بتاعته كما يجب ان تكون، وما سيبش حته في القلب ما سجلش الكهرباء بتاعتها. ده كيف يتم ذلك؟ عن طريق ان الليدز تكون كتيره ومغطيه كل الجوانب او الاسبيكتس بتاعت مين؟ بتاعت القلب. في الباي بولر واليوني بولر اللي هي الاوجمنتد، احنا يا دكتور جبنا القلب من كل الجوانب، ولكن في حاجه مهمه جدا ما بصناش عليها، القلب من قدام وش القلب. فمثلا لو الليدز عندك مش كفايه ممكن يا دكتور انت بتصور من هنا، لكن في مشكله هنا مش ظاهره فمش هتظهر في الاي سي جي. ولذلك لازم الليدز تغطي القلب كايه؟ ككل. ولذلك عملنا في الشيست ليدز في ست ليدز بيصوروا القلب من قدام. في واحد يا دكتور موجود فين؟ موجود ناحيه اليمين. في ناحيه اليمين عد يا ابني الفورس انتركوستال سبيس لازق في اللين في الاسترنم لكن ناحيه اليمين. طب في 2 نفس المكان ولكن ناحيه الشمال. طب في 4 يا دكتور، في 4 يا معالي الدكتور المحترم موجود فين؟ موجود في الفيفث انتركوستال سبيس، انتركوستال سبيس رقم خمسه، خلاص؟ ولكنه ميد كلافيكولار لاين. طب ما بين في 2 وفي 4 في في 3. طيب في رقم سته بقى، رقم سته يا دكتور موجود برضه في الفيفث انتركوستال سبيس رقم خمسه، ولكنه ميد اكزيلري لاين. طب ما بين اربعه وخمسه موجود مين؟ ما بين اربعه وسته اي ام سوري موجود مين؟ موجود في رقم خمسه. ايه وظيفه او فائده الليدز؟ ان هي دي يا ابني اللي بتسجل او بتصور الكهرباء بتاعت القلب من كل الجوانب علشان اقدر ان انا اعمل اي سي جي محترم يبين لي كل الكهرباء بتاعت القلب. خلاص؟ طيب ركز معايا عشان نكمل. تعالى بعد كده بقى يا دكتور نتكلم عن الكلام المهم، الكلام يلا المهم في الامتحان. يا سواد يا دكتور، طب اللي فات ده كله ايه؟ اللي فات ده كله مش مهم قوي، بس من غيره ما انتش فاهم اللي جاي. فاهم قصدي؟ يعني اقصد اقول لسيادتك ان من اول دلوقتي الاسئله هتلاقيها كده.
فكل كلمة موضوع السؤال فركز معايا، الله يكرمك. عندي سؤال لحضرتك، لو انت مسكت ورقة اي سي جي وجيت تبص عليها، هل كل الرسومات اللي فيها شبه بعض؟ قولا واحدا لا. ايه ده يا دكتور؟ يعني الرسمة دي غير اللي جنبها غير اللي جنبها؟ اه كلهم مش نفس الرسمة. ايه ده، يعني العيان عنده مشكلة؟ لا ما عندوش مشكلة. طب ليه؟ تعالى اوضح لك اكتر. انا عندي اكتر من ليد، والليد ده هو اللي بيصور القلب، ان هو اللي بيسجل الكهرباء بتاعت القلب. تخيل يلا لو في كاميرا بتصورك من هنا، وكاميرا من فوق، وكاميرا من هنا، وكاميرا من قدام، بالتبعيه كل صوره غير الثانيه. ده نفس الفكره بالنسبه للقلب. هذا لا يعني بالضروره ان الاي سي جي اللي في ايدك فيه مشكله اطلاقا يا دكتور. فهمت الفكره؟ طيب ما علينا. طب احنا بقى عايزين ناخد النورمال اي سي جي، هناخده ازاي يا دكتور؟ قال لك بص، احنا هناخد ليد واحد ونشوفه بيرسم ازاي، وندرس منه الكلاسيك او النورمال. اكتر ليد كلاسيك هندرس عليه يا دكتور هو ليد 2. وان كنت ناسي افكرك ان ليد 2 يا دكتور يا محترم كان الاتي: كان عندنا اصلا نيجاتيف الكترود موجود على دراع العيان اليمين اهو، يعني كان في فوق هنا ايه نيجاتيف الكترود اهو والله، وكان عندنا يا دكتور يا محترم بوزيتيف الكترود موجود على رجل العيان ايه؟ رجل العيان الشمال. كنا بنوصل ما بينهم يا صديقي العزيز بالشكل الجميل اللي قدامك ده كده، وده كان اسمه ايه؟ اهو، وده كان اسمه ليد 2. ده اكتر ليد كلاسيك العلماء عملوا بيه النورمال اي سي جي. هيجي واحد يسالني يقول لي اشمعنى ده، يعني عايز تعرف السبب؟ تعال اقول لك يا ابني. هو اتجاه الكهرباء في القلب ازاي؟ اتجاه الكهرباء في القلب انها بتطلع رقم واحد من مكان موجود هنا اسمه الاس اي نود، بعد كده توصل للنقطه دي الاي في نود، متوصله ما بينهم بانتر نودال تراكتس بالشكل الجميل اللي قدامك ده. بعد كده يا دكتور بتطلع بندل اوف ايه؟ بندل اوف هيس، والتي تنقسم الى ادي ليفت برانش وادي رايت برانش. بعد كده البرانشات دي بتدي مين يا دكتور؟ بيركنجي فايبرز زي ما انا راسم كده. خلاص، اذا لما تيجي تبص هتلاقي اتجاه الكهرباء كده، يعني اتجاه الكهرباء يا دكتور مع اتجاه الليد. ولذلك فضلنا ان احنا ندرس النورمال اي سي جي على ليد 2. لا علينا من التفاصيل دي. طيب هو الاي سي جي يعني تسجيل او رسم كهرباء القلب. بص يا ابني معايا في شوية معلومات، معلش عايز أؤكد عليها علشان اللي نايمين أو اللي نسي الكلام اللي قلته. يعني كنت بقول لسيادتك إن إحنا عندنا ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن، واتفقت مع سيادتك يا دكتور إن أنا هعتبر أن الديبولاريزيشن كهرباء موجبة والريبولاريزيشن كهرباء سالبة، وكنا مثبتين عندنا البوزيتيف إلكترود وعلى اساس اتجاه الكهرباء كنا بنحدد هنرسم موجه لتحت ولا موجه لفوق. خلاص، فكنت بقول لك دي بولاريزيشن يعني يا دكتور يا محترم كهرباء موجبه. لو كانت كهرباء موجبه ماشيه ناحيه الالكترود الموجب، موجب رايح للموجب، كنا بنرسم ويف لفوق يعني بوزيتيف ويف. ولو نفس الاشاره الموجبه يعني دي بولاريزيشن مشي بعيدا عن القطب الموجب يا دكتور يا محترم، كنا بنرسم موجه لتحت يعني نيجاتيف وين. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للدي بولاريزيشن. انا قلت بس انكشك، لما يجي وقت الري بولاريزيشن هفكرك برضو بيه، ما تقلقش، عشان بس تكون المعلومات حاضره في ذهنك وانت معايا. انا مقدر ان الموضوع مش سهل، الله يكرمك، بس ركز معايا. طيب يا دكتور يا محترم، اول ما الكهرباء بتطلع من الاس اي نود هنلاقي ان اتجاه الكهرباء بيمشي كده في الاول. ايه ده؟ الاس اي نود في البدايه راحت كهرباء مين؟ كهرباء يا دكتور يا محترم الاتريوم. حلو. طيب الاتريوم بيتكهرب ازاي؟ دي بولاريزيشن، مع الكهرباء يعني دي بولاريزيشن. خلاص، طيب بص كده معايا، اتجاه الاسهم بتاعه الكهرباء وبتاعه الاتريوم نازله لتحت ولا طالعه لفوق؟ نازله لتحت. يعني يا دكتور الكهرباء بتاعه الاتريوم دي تعتبر ايه؟
دي بولاريزيشن، رايح ناحية الموجب، دي بولاريزيشن يعني كهرباء موجبة رايحة ناحية القطب الموجب، فترسم لسيادتك موجة لفوق بسميها البي ويف، وهي اللي مرسومة دي. والبي ويف اللي قدام حضرتك دي يا دكتور يا محترم تمثل الاتريال دي بولاريزيشن. شفت يا ابن الجمال؟ طب حلو، الكهرباء بعد ما كهربت الاتريوم، الكهرباء بترجع تمشي تاني يا دكتور في الانترنودال تراكس علشان توصل للايفي نود. طيب الايفي نود كان بيحدث فيها حدث مهم جدا اسمه ايه؟ ايفي نودال ديلي، يعني تاخير، يعني الكهرباء واقفه. وبما ان الكهرباء واقفه تلاقي الجهاز بتاع رسم القلب يا دكتور رسم بيز لاين او خط مستقيم بعد البي ويف بالشكل اللي قدامك ده. فهمت يا ابني الفكره؟ طب حلو، وبعد انتهاء الايفي نودال ديلي لقينا ان الكهرباء بتنزل للفنتركل. طب الكهرباء اللي نازله للفنتركل دي يا معالي الدكتور المحترم، نازله للفنتركل كهرباء نازله يعني دي بولاريزيشن. الدي بولاريزيشن يا حبيب قلبي الغالي نازل، دي بولاريزيشن يعني كهرباء موجبه رايحه ناحيه القطب او الالكترود الموجب تحت اهو، موجب رايح ناحيه الموجب هيدينا بوزيتيف ويف يعني ويف لفوق. ولكن عندنا هنا واقفه مع الذات، وهقول لسيادتك ان الكهرباء بتاعت الفنتريكل ما عندهاش ويف واحده ولكن عندها ثري ويفز، واحد نازل لتحت ثم واحده كبيره لفوق ثم واحده نزل تحت، يعني كيو نزل لتحت، ار طالع لفوق، اس يجي واحد يشد في شعر راسه يقول لي يا دكتور واحنا مش متفقين دلوقتي ان الكهرباء اللي نازله دي رايحه ناحيه القطب الموجب؟ ايوه. وكهرباء الدي بولاريزيشن تعني كهرباء موجبه؟ هقول له ايوه. اذا دي بولاريزيشن كهرباء موجبه رايح ناحيه الموجب، ليه يعمل لي يا دكتور اتنين سالب؟ تيجي اوضح لك؟ تعالى اوضح لك. لان الدي بولاريزيشن بتاع الفنتريكل عباره عن كيو ار اس. عباره عن ايه؟ كيو ار اس. عارف الكيو ار اس كومبلكس ده يمثل مين؟ يمثل الفنتريكيولار دي بولاريزيشن. طب الدي بولاريزيشن كهرباء موجبه ونازله رايحه يا دكتور ناحيه الالكترود الموجب، موجب رايح ناحيه الموجب المفروض يعمل موجه واحده لفوق، ليه عمل ثلاث موجات بالشكل اللي قدام حضرتك ده؟ تيجي اوضح لك؟ تعالى يا دكتور. وجدنا يا معالي الدكتور المحترم ان الفنتركل بيتكهرب على ثلاث مراحل. قول تاني يا دكتور. وجدنا يا حبيب قلبي الغالي ان الفنتركل بيتكهرب على ثلاث مراحل. اول حاجه يا دكتور يا محترم بتتكهرب في الفنتركل هي السيبتوم اللي موجود ده، ولقينا ان اتجاه الكهرباء في السيبتوم بيجي يا دكتور من الشمال لليمين بالشكل ده كده، ويت، من الشمال لليمين، من الشمال لليمين. عارف ليه يا دكتور؟ لان يالا الليفت برانش من الباندل اوف هيس ده يعتبر المين سبلاي، مش عليك. تمام. طب حلو، طب بص بقى معايا، السبتم ده بيتكهرب، صح ولا مش صح؟ صح. كهربه السبتم يعني دي بولاريزيشن، اتجاه السهم ده نازل لتحت ولا ماشي بعيد عن القطب الموجب؟ والله ماشي بعيد عن القطب الموجب. كنت بقول لسيادتك يا دكتور اشاره موجبه دي بولاريزيشن بتاع السبتم، ولكنه ماشي بعيدا عن القطب اللي موجب، مش نازل لتحت بل انه راح ناحيه الشمال، ماشي بعيد عن الموجب، فيعمل لسيادتك يا دكتور كيو ويف بالشكل اللي قدامك ده كده نازله لتحت. فهمت يا ابني الفكره؟ اذا يا دكتور يا محترم الكيو ويف دي تمثل ايه يا دكتور؟ دي تمثل الدي بولاريزيشن بتاع الانترفنتريكولار سيبتوم، اللي هو السيبتوم اللي موجود بتوين مين؟ بتوين التو ايه؟
between the two ventricles. طب حلو، طب الكهرباء بعد كده بتمشي ازاي يا دكتور؟ بعد كده لقينا الكهرباء يا معالي الدكتور المحترم بتقوم نازله بالشكل اللي قدامك ده كده، بص بص، وتطلع تكهرب يا دكتور اللاترال وول بتاع الفنتريكل. تعمل ايه؟ بتكهرب اللاترال وول بتاع الفنتريكل. طب الكهرباء بتكون ماشيه ازاي؟ بص كده معايا، الكهرباء بتيجي كده، ادي يا عم عندك البركنجي فايبرز اهي، بص الجمال اللي هيحصل ده، الكهرباء نازله كده، بص بص بص، على الانتيريو واللاترال وول، تقوم كهرباهم كده. فلما تيجي تبص يا دكتور هتلاقي اتجاه الكهرباء نازل لتحت، اتجاه الكهرباء ايه؟ نازل لتحت. طيب بما ان اتجاه الكهرباء نازل لتحت يا دكتور، هو الكهرباء دي تمثل ايه؟ دي بولاريزيشن، ولكن دي بولاريزيشن بتاع اللاترال والانتيريور وول بتاع مين؟ بتاع القلب. ماشي، كهرباء دي بولاريزيشن يعني كهرباء موجب، موجب رايح ناحيه الموجب، لقيناه بيعمل لنا اشاره، اسف، موجه او ويف بوزيتيف عاليه قوي لفوق اسمها الار ويف، وبنلاقيها عاليه جدا لانها تمثل معظم الفكر. تمام؟ تمام يا دكتور. طب بعد ما الكهرباء يا دكتور تخلص اللاترال وول بتاع الفنتركل، بص 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 بص، بتكمل لفوق كده، بتكمل ايه؟ لفوق كده، يعني رايحه ناحيه مين؟ رايحه ناحيه البيز اوف ذا هارت او البيز اوف ذا فنتركلز. طب ثواني، في الاخير يا دكتور الاشارات اللي رايحه ناحيه البيز طالعه لفوق كده، يعني بعيدا عن مين؟ بعيد عن الالكترود البوزيتيف اللي تحت. عندك اشاره كهربائيه دي بولاريزيشن رايح للبيز، دي بولاريزيشن يعني شحنه، او اسف، اشاره كهربائيه موجبه، موجب اي نعم، ولكنه ماشي بعيد عن الالكترود الموجب، وزي ما قلت من شويه يا دكتور، اذا ده يعمل يا دكتور نيجاتيف ويف لتحت، لانه موجب اي نعم ولكنه ماشي بعيد عن مين؟ ولكنه ماشي بعيد عن الالكترود الموجب. يبقى يا دكتور يا محترم، من الممكن ان نقول ان الفنتريكيولار دي بولاريزيشن described يعني يتم وصفه عن طريق 3 vectors، يعني الثلاث محصلات أساسية للكهرباء. الجزئية دي تعتبر أصعب حتة في اللي فاضي قدامك دي، معلش أنا بشرح كل حاجة بالتفصيل شوية يا دكتور. من الممكن إن إحنا نقول أن تسجيل الكهرباء بتاعة الفنتريكل بيتم عن طريق 3 فيكتورز، يعني ثلاث محصلات اساسيه للكهرباء، حيث فيكتور 1 ده بتاع مين يا دكتور؟ بتاع السبتوم، وبنلاقي ان اتجاه الكهرباء فيه من الشمال لليمين بعيدا عن، بعيدا عن البوزيتيف الكترود اللي تحت. اي نعم هي اشاره دي بولاريزيشن موجبه، ولكنها ماشيه بعيد عن القطب الموجب، فتعمل يا دكتور موجه صغيره لتحت اسمها كيو ويف. بعد كده عندنا فيكتور 2، وفيكتور 2 يا دكتور يا محترم يمثل الدي بولاريزيشن بتاع مين؟ بتاع الحته دي كلها اللي هي اللاترال وول بتاع الفنتركل، واتجاه الكهرباء بيكون داون وورد ناحيه الشمال، يعني رايح يا دكتور للالكترود الموجب، وبالتبعيه وجدنا ان الاشاره الموجبه اللي رايحه ناحيه الموجب، الاشاره دي بتكهرب معظم الول بتاع القلب، فتعمل يا دكتور اشاره عاليه قوي لفوق او موجه عاليه قوي لفوق، بنسميها الار ويف، موجه عاليه قوي اهو. طب حلو، بعد كده الكهرباء بص بص بترجع لورا تجاه مين؟ البيز اوف ذا فنتريكل. بص اتجاه الكهرباء في الاخر ماشي ازاي؟ تجاه البيز اوف ذا فنتريكل بعيدا عن الالكترود الموجب. هي اي نعم اشاره موجبه، يعني كهرباء دي بولاريزيشن كهرباء موجبه، لكن كهرباء موجبه ماشيه بعيدا عن الالكترود الموجب، فتعمل لسيادتك يا دكتور يا محترم نيجاتيف ويف لتحت، بسميها الاس ويف. اذا الكيو ار اس كومبلكس على بعضهم يا حبيب قلبي الغالي، بتوع مين؟ بتوع الفنتريكولار دي بولاريزيشن، ولكنه بيتكهرب على ثلاث مراحل. فهمت يالا؟ طيب كلام جميل جدا، نعود ادراجنا ونرجع نكمل باقي الاي سي جي. طب ثواني يا دكتور، كلام جميل جدا يا دكتور يا محترم، هو بعد ما الفنتريكل بيتكهرب ايه اللي بيحصل؟ المفروض يبدا ينقبض، المفروض يبدا ايه؟ ينقبض.
طب انقباض الفنتريكل بيتم في انهي مرحله من الاكشن بوتنشال بتاع القلب؟ مش ده يا ابني اكشن بوتنشال بتاع القلب اهو؟ اه، ودي فيز 4 ثم فيز 0 1 2 3. ايوه يا دكتور، فيز 2 اللي اسمها السيستول البلاتو، فاكر الكلام ده؟ لا كنت بقول لك يا دكتور المحترم فيز 2 تسمى بلاتو وبيحصل فيها السيستول والظهار او الكونتراكشن بتاع القلب. يا دكتور يا محترم، اثناء فيز 2 او اثناء السيستول بتاع القلب هنلاقي يا دكتور ان الكهرباء ثابته اهو في فيز 2، فالجهاز بتاع رسم القلب ما يسجلش كهرباء، فبعد الكهرباء بتاعت الفنتركل بيبدا الفنتركل في الانقباض اثناء فيز 2. ما هي فيز 2 دي يحصل فيها كونتراكشن او سيستول، وفيز 2 الكهرباء فيها ثابته زي الشكل الجميل اللي قدامك ده، اسمها بلاتو. وبالتبعيه يا دكتور جهاز رسم القلب ما يرسمش كهرباء، يرسم لسيادتك بيز لاين تاني اهو. شفت يا ابن العظمه؟ تمام. طب حلو، بعد كده يا دكتور وجدنا ان الفنتريكل بعد لما يعمل انقباض يعني يتكهرب، اي كهرباء يا دكتور عباره عن دي ثم ري بولاريزيشن. فعليا يا دكتور الري بولاريزيشن بتاع الفنتريكل يشمل انهي فيزز؟ فيز 1 و 2 و 3 زي ما انا قلت قبل كده على البورد الازازي الجميله اللي كان وراها الفيو بتاع البحر، كنت مدلعك من شويه. طب حلو، طب بص يا لأ يا دكتور يا محترم، انا عندي سؤال وحيد صغنون قد كده. هو الكهرباء اللي هي اكشن بوتنشال حصل دي يلي ري بولاريزيشن اتجاه الكهرباء بتاعه الري بولاريزيشن بتاعه الفنتريكل بتكون عامله ازاي؟ انا بستاذن معليك ان انا هرسم فنتريكل جديد تحت، معلش ادي فنتريكل اهو كمان خلاص، ادي يا عم الول بتاع الفنتريكل اهو، فنتريكل صغير. اتفقنا؟ ماشي يا دكتور، كلام جميل. الكهرباء بتاعه الدي بولاريزيشن، دي بولاريزيشن اتجاهها كده رايح ناحيه البوزيتيف الكترود تحت اهو، في قاعده غايه في الاهميه يا معالي الدكتور يا محترم بتقول لسيادتك الاتي: The last part to depolarize. يعني يا دكتور يا محترم اخر حته في الفنتريكل بيحصل لها depolarization، تقدر تقول لي فين هي؟ اقدر قوي اقول لك يا دكتور، مش اتجاه الكهرباء جاي كده لتحت، يبقى يا دكتور اخر حته بيحصل لها دي بولاريزيشن هي الجزئيه اللي هظللها دلوقتي دي، هي الحته دي اهو، صح ولا مش صح؟ اللي انا ظللتها باللون الابيض اهو، مش دي يا دكتور اخر مكان ممكن يحصل له دي بولاريزيشن؟ اي ذا لاست بارت تو دي بولارايز از ذا فيرست بارت تو ري بولارايز. تاني، The last part to depolarize is the first part to repolarize. عايز تقول لي ان الكهرباء وهي بتعمل repolarization بتعمل من بره لجوه في الاتجاه ده كده؟ اي نعم يا دكتور يا محترم. نحفظها؟ لا طبعا ما نحفظش حاجه. هل ليها تفسير مش مكتوب بس تيجي نقوله؟ تعال ادي الفنتركل بتاعك اهو، اتجاه الكهرباء بتاعه الديبولاريزيشن بيكون جاي كده، يعني يا دكتور من جوه لبره كده رايح ناحيه الالكترود الموجب. طيب اخر جزء من الفنتريكل بيتكهرب هي الحته اللي تحت دي اللي بره، بما ان هي اخر حته بتتكهرب وجدنا انها اول حته بتعمل ريبولاريزيشن، ايه السبب؟ الفنتريكل اول لما بيتكهرب بينقبض، يعني اول ما يعمل ديبولاريزيشن بيبدا ينقبض، وهو بينقبض يا دكتور في جزئين في القلب بيتاثروا، ممكن الحته اللي بره تتاثر ولا الحته اللي جوه تتاثر اكتر؟ لا طبعا الحته اللي جوه، ان الحته اللي جوه جواها دم هنا وبيضغط عليها من بره، فالجزء اللي جوه يا دكتور اللي هو الميوكارديوم او اسف الاندوكارديوم اللي هي البطونه الداخليه بتاعه الفنتريكل الاندوكارديوم، لقينا ان البلاد فيزل اللي داخل لها بص بص بيتقفل كده نتيجه الانقباض او الكونتراكشن، فالبلاد سبلاي اللي بيكون موجود في الحته دي
بيقل جدا، فبيحصل يا دكتور زي ما يكون كده اسكيميا. الاسكيميا دي تخلي الجزء اللي جوه ما يقدرش يكمل كهرباء وما يقدرش يعمل ريبولاريزيشن يا دكتور يا محترم، فما يحصلش فيها ريبولاريزيشن. امال مين بقى اللي الضغط حواليه خفيف شويه وعنده بلود سبلاي كويس؟ هو الجزء اللي بره، لان مفيش حاجه من بره ضغط عليه يلا. وبالتبعيه الكهرباء يا دكتور بتمشي، بص، جايه كده وبترجع كده، كهرباء جايه كده وبترجع كده. The last part to depolarize is the first part to repolarize. اذا الخط الاخضر اللي قدامك ده او السهم الاخضر ده هو اتجاه الكهرباء بتاعت الريبولاريزيشن بتاع مين؟ بتاع الفنتركل. طب حلو، ريبولاريزيشن يا دكتور يعني ده مين يا لا؟ ده ريبولاريزيشن. ريبولاريزيشن يعني يا دكتور كهرباء سالبه لو تفتكر. ريبولاريزيشن يعني ايه؟ كهرباء سالبه، كهرباء سالبه ماشيه بعيد عن الموجب، تعمل بوزيتيف ويف او موجه لفوق يا دكتور. الموجه اللي فوق دي بنسميها التي ويف. اذا يا دكتور التي ويف دي تمثل مين؟ ده تمثل الريبولاريزيشن بتاع مين؟ بتاع الفنتريكل. يبقى فنتريكولار ريبولاريزيشن. لكن انا عندي هنا تعقيب بسيط، يعني خطأ بسيط جدا مكتوب في الكتاب، بس مالناش دعوة. يعني هو كاتب يا دكتور ان التي ويف تمثل الفنتريكولار ريبولاريزيشن، وهذا فعليا مش صحيح قوي، ان سيادتك عارف ان الفنتريكولار ريبولاريزيشن يشمل فيز 1 و2 و3 يا دكتور. ده اذا كان الحته دي كانت بتاعت البلاتو، اذا التي دي تشمل فيز 3 بس. يعني عشان يا دكتور المحترم اكون اكثر دقه، ممكن نكتب انها تمثل اللاست بارت اوف الفنتريكولار ريبولاريزيشن، ولا كاني قلت حاجه زي الكتاب. يا دكتور التي ويف تمثل مين؟ الريبولاريزيشن بتاع مين؟ الريبولاريزيشن بتاع الفنتركل. خلاص؟ طيب نقول الويفز من اول وجديد تاني. يا دكتور يا محترم في الاي سي جي انا هسجل الويفز بطريقه كلاسيك عن طريق ليد 2، لان ده الليد الكلاسيك اللي ماشي مع اتجاه الكهرباء. ده بيبص على القلب زي ما انت شايف كده. ليد 2 يا دكتور اول ما هيسجل يا دكتور الاتريال ديبولاريزيشن، لان الاس اي نود اول ما بيطلع منها الكهرباء بتروح تكهرب مين؟ الاتريال، واتجاه الكهرباء نازل لتحت ناحيه الموجب. كهرباء ديبولاريزيشن، اشاره ديبولاريزيشن يعني كهرباء موجبه رايح ناحيه الموجب تحت، موجب رايح ناحيه الموجب، هيعمل لنا اشاره، يعمل لنا بوزيتيف ويف او ويف لفوق اسمها البي ويف، والتي تعني اتريال ديبولاريزيشن. طب حلو، بعد كده يا دكتور الكهرباء بتتاخر شويه في الايفي نود، فنلاقي الجهاز رسم لنا بيز لاين، خط مستقيم مفيش كهرباء. بعد كده الكهرباء بتنتقل من الايفي نود الى الفنتركل، فبيعمل لنا كيو ار اس كومبلكس. الفنتركل يا دكتور محصله الكهرباء بتاعته على هيئه 3 فيكتورز. اول حاجه عندك مين؟ السبتم، بيتكهرب من الشمال لليمين بعيدا عن الالكترود الموجب، يعني اشاره موجبه ماشيه بعيد عن الموجب، فتعمل يا دكتور ويف سالبه او نيجاتيف لتحت. بعد كده اللاترال وول بتاع القلب، بيتكهرب يا دكتور اتجاه الكهرباء فيه نازل لتحت، يعني رايح ناحيه الموجب، وده معظم الجزء بتاع الفنتريكل، فبيتكهرب يا دكتور ويعمل لسيادتك بوزيتيف ويف، ويف عاليه قوي اسمها الار ويف. واخيرا يا دكتور يا محترم الكهرباء بتفضل راجعه toward the base of the ventricle، في اتجاه البيز بتاع الفنتركل، اتجاه البيز لفوق بعيدا عن الالكترود الموجب اللي موجود تحت. اي نعم اشاره ديبولاريزيشن اشاره موجبه، ولكنها ماشيه بعيدا عن الالكترود الموجب، فتعمل لسيادتك يا دكتور نيجاتيف ويف لتحت. ولذلك الكيو ار اس كومبلكس يعني يا صديقي العزيز المحترم فنتريكولار ديبولاريزيشن، والذي يتم على 3 مراحل. طب حلو، الفنتركل اتكهرب. اول ما الفنتركل اتكهرب يا دكتور بيبدا ينقبض. ينقبض الفنتركل اثناء فيز 2 which is the plateau of the heart. والبلاتو زي ما انا بقول لها من اسمها نصيب، بلاتو يعني كهرباء ثابته مش طالعه ولا نازله،
ولذلك نلاقي الجهاز رسمنا بيز لاين خط مستقيم تاني. اذا الجزء ده يمثل مين؟ البلاتو. خلاص. طب حلو، اخيرا يا دكتور الفنتريكل بعد ما حصل له دي بولاريزيشن يحصل له ايه؟ ري بولاريزيشن. ولكن عندنا معضله شويه. The last point to depolarize is the first point to repolarize. كهرباء ماشيه كده، اخر جزء تحت بيحصل له depolarization، هو اول جزء بيرجع ويعمل repolarization. ولذلك اتجاه الكهرباء بتاعه الريبولاريزيشن يا دكتور لفوق بعيدا عن الالكترود الموجب. اي نعم، الريبولاريزيشن هي كهرباء سالبه، كهرباء سالبه ماشية بعيدة عن الموجب، زي ما قلت على الإزاز اللي كنت بشرح عليه من شوية يا دكتور، إشارة سالبة ريبولاريزيشن ماشية بعيد عن الموجب، كأنها يلا رايحة للسالب اللي فوق فتعمل بوزيتيف ويف تسمى تي ويف. هنا عندي سؤال يا دكتور، احنا خدنا هنا الاتريال ديبولاريزيشن، اي نعم، واخدنا يا دكتور الفنتريكولار ديبولاريزيشن والفنتريكولار ريبولاريزيشن. هيجي واحد يسالني سؤال يقول لي امال فين يا دكتور الاتريال ريبولاريزيشن؟ مش موجود ليه؟ ازيدك من الشعر بيت واقول لك ان الاتريال ريبولاريزيشن يا معالي الدكتور المحترم فيري سمول ويف، حظها المنيل انها وقعت اثناء الكيو ار اس كومبلكس، والجهاز بيخضع وبيطيع الكهرباء الاقوى. يعني هو لو عندك تو ويفز كده في نفس الوقت حصلوا، هو الجهاز يرسم انهي ويف الاقوى؟ طب يا دكتور الاتريال ريبولاريزيشن اقوى ولا الفنتريكولار ديبولاريزيشن؟ لا، القراءه بتاعت الفنتريكل اكبر. ولذلك يا دكتور الاتريال ريبولاريزيشن از نورمالي ماسكت، ماسكت يعني بتتغطى عن طريق الفنتريكولار ديبولاريزيشن ويف، لان هي يا دكتور ماتش لارجر، يعني اكبر واقوى من الريبولاريزيشن بتاع مين؟ بتاع الاتريال. تمام. طيب كلام جميل يا دكتور. إذن النورمال اي سي جي اللي قدامك ده اخذنا فيه حتى الان 3 ويفز، بي كيو ار اس كومبلكس وتي ويف، وحضرتك عرفت كل واحده منهم بتاعه ايه بالظبط. طب ما تيجي كده ازيدك من الشعر بيت شويه واقول لك في حاجه اسمها سيجمنت وفي حاجه اسمها انترفال، والكلام ده مهم جدا الله يسترك. يعني كلمه سيجمنت، كلمه سيجمنت اكتب عندك، كلمه سيجمنت تعني مسافه ما بين تو ويفز. تاني، كلمه سيجمنت معناها مسافه ما بين تو ويفز. فمثلا يا دكتور يا محترم اول سيجمنت عندنا اسمها بي ار سيجمنت. اسمها ايه؟ بي ار سيجمنت. كلمه سيجمنت معناها ايه؟ مسافه ما بين تو ويفز. بص معايا يا دكتور، من نهايه البي ويف اهو لعند بدايه الكيو ار اس، دي اسمها سيجمنت، اهي مسافه ما بين تو ويفز، ودي بسميها يا دكتور بي ار سيجمنت. والبي ار سيجمنت دي كان بيحصل فيها ايه تفتكر؟ الاتريا اتكهرب، بعد كده الكهرباء اتاخرت شويه في الايفي نود. اذا البي ار سيجمنت يا دكتور الحدث اللي كان بيحصل فيها مهم جدا في السؤال، كان بيحصل فيها اي في نودال ديلي. حلو. طب عندنا سيجمنت اخر؟ اه عندنا سيجمنت كمان. في سيجمنت يا دكتور اسمه اس تي سيجمنت. والاس تي سيجمنت يا دكتور يا محترم من نهايه الكيو ار اس، يبقى يا دكتور من الاند اوف الكيو ار اس، من اول هنا لعند بدايه التي ويف، دي اسمها ايه؟ اس تي سيجمنت. اسمها ايه؟ اس تي سيجمنت. هو الكيو ار اس دي كانت تمثل ايه؟ كانت تمثل الفنتريكولار ديبولاريزيشن. والفنتريكل لما بيحصل له ديبولاريزيشن بيبدا ينقبض، وبينقبض اثناء فيز 2 which is the plateau of the heart. فبنلاقي يا دكتور بلاتو خط مستقيم، فقلنا ان الجهاز بيرسم بيز لاين، يعني مفيش كهرباء يرسمها. يبقى الاس تي سيجمنت يا دكتور لو جيت افكرك واقول لك بتمثل او تعبر عن ايه؟ تعبر عن البلاتو بتاع الفنتريكولار مايوسايت اكشن بوتنشال. شفت يا ابن العظمه؟ طيب ده بالنسبه للسيجمنت. طب يا دكتور عندنا حاجه كمان في نفس الرسمه اسمها انترفال.
حاجه اسمها ايه؟ انترفال. هوريها لك دلوقتي. يعني ايه كلمه انترفال؟ معلش استحمل اخوك. كلمه انترفال معناها سيجمنت، ولكن هذا السيجمنت معاه ويف او اكتر. تاني، ايه الفرق ما بين كلمه سيجمنت وانترفال؟ سيجمنت معناها المسافه بين تو ويفز، لكن كلمه انترفال اكتب عندك بالعربي عشان بس تفتكر الكلام ده. كلمه انترفال معناها ايه؟ معناها سيجمنت على بعضه، والسيجمنت ده معاه ويف او اكتر. فمثلا من اول هنا، يعني من بدايه البي ويف، يعني اخذنا يا دكتور البي ويف معانا، واخذنا معاها كمان البي ار سيجمنت، اهو ده كله كده بسميه بي ار انترفال. بسميه ايه يا دكتور؟ بي ار انترفال. البي ار انترفال من اول فين يا دكتور يا محترم؟ من اول البي ويف، يعني اخذنا ويف لعند بدايه الكيو ار اس كومبلكس، دي بسميها بي ار انترفال. لو جيت اسالك سؤال، هو ايه سبب البي ار انترفال، او ايه هي الاحداث اللي بتحصل في البي ار انترفال؟ هتقول لي البي ار انترفال دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من بي ويف، والبي ويف بتاعه الاتريال دي بولاريزيشن. اذا يا دكتور البي ار انترفال سببها اول حاجه بتحصل فيها هي الاتريال دي بولاريزيشن. طب حلو، وفيها كمان البي ار سيجمنت، والبي ار سيجمنت كان بتاع الاي في نودال ديلي. يبقى تاني حدث بيحدث في البي ار انترفال هو يا دكتور يا محترم الاي في نودال ديلي. مش يلا، البي ار انترفال تشمل ويف وسيجمنت، يبقى اللي بيحصل في الويف وفي السيجمنت هم دول اللي بيكونوا الاحداث اللي بتحصل في البي ار انترفال. ده حماده بالزنجبيل لفت. تمام، ما فهمتهاش؟ تعالى اوضح لك في اللي بعدها. عندنا يا دكتور ويف اخرى، او اسف انترفال اخرى، اسمها كيو تي انترفال. والكيو تي انترفال من بدايه الكيو ار اس كومبلكس زي ما حضرتك شايف كده يا دكتور، لعند يا دكتور نهايه او الاند اوف التي ويف. ده كده فيها الكيو ار اس كومبلكس، شوف كم ويف، وفيها التي ويف، وتحتوي على سيجمنت اللي هو الاس تي سيجمنت. هيجي واحد يسالني سؤال يقول لي طب ايه هي الاحداث اللي بتحصل في الكيو تي انترفال؟ اقول له يا دكتور الكيو ار اس ده كان يمثل مين؟ الفنتريكولار ديبولاريزيشن. طب حلو يا دكتور، والاس تي سيجمنت كان يمثل مين؟ البلاتو. اكتب، يبقى البلاتو رقم 2. رقم 3، التي ويف كانت تمثل مين؟ الفنتريكولار ريبولاريزيشن. مش يلا، الانترفال بيشمل سيجمنت وويف او اكتر، يبقى الاحداث اللي بتحصل في الانترفال هي الاحداث بتاعه الويف والاحداث بتاعه السيجمنت اللي موجودين جواه. فهمت الفكره؟ ده كده يا دكتور يعتبر يعني ايه اساسي الاي سي جي. طب الكلام ده مهم جدا، ده يا ابني مليان اسئله. خلاص طيب، ايه كمان عايز اقوله في السلايد دي؟ اي ثينك ان كده ممكن نبدا سلايد جديده. ماشي يا عم، نبدا سلايد جديده، ركز معايا. انا دلوقتي بس يا دكتور عايز اسالك سؤال يا دكتور، هل الكيو ار اس كومبلكس شكله ثابت ام متغير؟ متغير طبعا. مش فاهم يا دكتور اصلا يعني ايه متغير ولا ثابت. بص معايا، لو انا عايز ارسم الكيو ار اس ولكن يا دكتور باستخدام كذا ليد، انا يا عم عايز استخدم في 1 وفي 6. لو تفتكر في 1 ليد كان موجود هنا كده ناحيه اليمين، وفي 6 كان موجود هنا. خلاص طيب، عايزين نرسم الكيو ار اس كومبلكس، والكيو ار اس كومبلكس كان يمثل الكهرباء او الدي بولاريزيشن بتاع الفنتركل، والفنتركل كان بيتكهرب على 3 مراحل يا دكتور. اول مرحله هو السيبتوم، واتجاه الكهرباء فيه كانت كده. بعد كده يا دكتور يا محترم كان اللاترال وول والانتيريور وول، واتجاه الكهرباء فيهم كان كده. واخيرا يا دكتور البيز بتاع الفنتركل، وده الكهرباء بتاعته اتجاهها كان كده. خلاص الكلام ده قوة البحث معانا. تعالى نشوف في 1 هيرسمه ازاي. طبعا في 1 ادي عندك هنا البوزيتيف، ايه هنا البوزيتيف الكترود. بص يا ابني معايا يا دكتور يا محترم، الكهرباء بتاعت السبتوم دي بولاريزيشن، بص معايا، موجبه رايحه ناحيه الفي 1، يعني رايحه ناحيه الالكترود الموجب. موجب رايح ناحيه الالكترود الموجب، فيعمل يا دكتور موجه صغيره لفوق بالشكل ده كده.
شفت الكلام ده؟ الكهرباء بتاعت مين؟ الكهرباء بتاعت السبتة، يعني ده الكيو. اه ده الكيو. طب يا دكتور، وجدنا الكهرباء بتاعت اللاترال وول دي رايحه عند الفي 1 والله بعيد عنها، وكذلك الكهرباء بتاعت البيز برضو ماشيه لفوق بعيدا عن الفي 1. ولذلك يا دكتور قلنا ان الكهرباء بتاعت اللاترال وول ماشيه بعيد عن الموجب، بعيد عن الفي 1. دي بولاريزيشن ماشي بعيد عن الفي 1، بعيد عن الموجب، فيرسم للستك موجل ايه؟ موجل تحت بالشكل ده كده. طب عندي سؤال، ده بالنسبه للسهم اللي نازل. طب السهم اللي طالع ده اللي هو رايح للبيز، طب ما هو رايح للبيز برضه بعيدا عن الفي 1، فلقينا ان الموجتين يا دكتور بيركبوا فوق بعض كده ويعمل لك موجه طويله اهو بالشكل ده كده. ده شكل ايه يا دكتور؟ ده شكل الكيو ار اس. اي نعم، ولكن مين لما يصور يطلعه كده؟ في 1 اللي هو الليد في 1. طب يا دكتور، طب ما تيجي نشوف كده ليد في 2 يبقى عامل ازاي؟ تعالى اقول لك. طب في الاول بس، هو ده العيان عنده مشكله؟ لا، ده نورمال طبيعي، ولكن كاميرا تانيه اللي صورت يلا. فهمت الفكره؟ تمام ماشي يا دكتور. بالنسبه لفي 6، في 6 طبعا ادي الالكترود الموجب موجود هنا اهو. تعال نبص يا حبيب قلبي الغالي المحترم، السبتم اول حاجه لقينا يا دكتور ان السبتم الكهرباء بتاعته ماشيه بعيد عن مين؟ ماشيه بعيد تماما عن في 6، ماشيه بعيد تماما عن البوزيتيف الكترود، فتعمل لستك يا حبيب قلبي الغالي موجه صغيره لتحت، لان اشاره دي بولاريزيشن كهرباء موجبه ولكن ماشيه بعيد تماما عن الالكترود الموجب، فتعمل موجه ايه؟ تعمل موجه لتحت زي الرسمه اللي قدامك دي. خلاص؟ طيب بعد كده يا دكتور الكهرباء بتاعت الوول بنلاقيها نازله لتحت كده اهو اتجاه السهم في اتجاه الالكترود الموجب بتاع في 6. يعني يا دكتور دي بولاريزيشن او اشاره موجبه رايحه ناحيه الموجب، فتعمل لسيادتك اشاره او تعمل اسف موجه عاليه لفوق. حلو. طب يا دكتور الاشاره الثالثه بتاعت اللي رايحه للبيس لقيناها يا معالي الدكتور ماشيه بعيدا عن الفي 6، وبالتبعيه يا دكتور يا محترم هتعمل ايه؟ ماشيه بعيدا عن في 6 وبالتبعيه هنلاقيها يا دكتور بترسم ايه؟ اشاره موجبه او كهرباء موجبه دي بولاريزيشن، ولكنها ماشيه بعيد عن في 6 وبالتبعيه ترسم ايه؟ ترسم لتحت كده. عايز تقول ايه يا دكتور؟ عايز اقول ايه ده؟ ده شبه ليد 2 صح؟ ايوه، في 6 بيرسم الكيو ار اس كومبلكس شبه ليد 2. ولذلك يا صديقي العزيز كلمة السر عندك إن في كذا كاميرا حوالين القلب بيصوروه. الكاميرا دي صورت صورة، والكاميرا دي صورت صورة، هل الصورتين زي بعض؟ لا. بس الاثنين نورمال ما فيهمش مشكلة. فهمت يا ابني الفكرة؟ طيب. أنا عارف إن الموضوع تقيل ومحتاج إنك يعني إيه تتريث شوية كده أثناء الفهم. فأنا يا دكتور لحد اللحظة دي إحنا شرحنا تقريباً تلتين الإي سي جي. أنت متخيل؟ متبقي لنا حاجات صغيره كده في الاخر في النورمال، وبعد كده الابنورماليتي. هو بيني وبينك الابنورماليتي يعني عيب انك تاخدها اصلا، يعني بس عندنا ايه صفحه ونص كده في الاخر الابنورماليتي هنمر عليهم مرور الكرام. فانا هكتفي بهذا القدر دلوقتي، مش من اجل حاجه اطلاقا غير ان دماغك تفصل شويه علشان تيجي لي بعد كده ان شاء الله في بارت 2 من الاي سي جي، اقوم مكمل النورمال واقوم مديك الابنورماليتي ونحل الاسئله. خلاص؟ المطلوب من سيادتك لحد لما بارت 2 ينزل الله يكرمك الجزء ده يتذاكر ويتسمع، والحاجات اللي محتاجه حفظ تحفظها الله يستر. شكرا جزيلا لكم جميعا يا شباب، القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.